صحتين صحتين يا زيد. يا زيد طلع طلع ايده ايده صوص ضربتين. بسم الله بسم الله بسم الله. هاي الصلصة هي صلصة بندورة اعتيادية، بتقدروا حتى تجيبوها جاهزة إذا مش حابين تعملوها، موجودة. فأنا لأني أعدتها الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين، فهي بالضبط بصل وثوم، شوية بندورة، سكر، رب بندورة. هلأ عشان أحولها لمكسيكي شوي، رح أحط لها معلقة من البهارات المكسيكية، أوكي؟ ورح أحط لها شوية زعتر أو الأوريجينو. الأوريجينو لا يستخدم فقط بالمطبخ الإيطالي، يستخدم بكثرة بالمطبخ المكسيكي أو بالتكس ميكس فود زي ما حكينا أنا وياك قبل شوي. ورح أضيف شوية سيراتشا عشان تطلع حرة. أوه. أوكي. وشوية شوية من الكريمة عشان أنا بدي أعملها كريمي، ما بدي إياها تكون بس بندورة على الحل، بدي أحط لها شوية كريمة، هيك كفاية. بدي أنزل البصلة وأقليها. الله. خلينا نزيد الزيت شوي تتحمل لأنه بدنا ننزل الجمبري بعد شوي. هلا هاي الوصفة أنا عملتها بالجمبري، بس طبعا أنتوا بتقدروا تعملوها بالدجاج، بتقدروا تعملوها باللحمة، بتقدروا تعملوها بإيش ما بدكم. يعني أنا صراحة بجوز بدون كمان بالضبط. طبعا هلا ممكن خضار، ممكن تعملها بالخضار، ولكن أنا من باب التنويع يا زيد بنحب مرات إن ننوع. صح. عشان مش دائما نطبخ أشياء طول الوقت بالدجاج، ولكن أكيد 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 الأصلية والحقيقية اللي أنا عملتها قبل 4-5 سنين موجودة على اليوتيوب بالدجاج. نعم. أوكي. غيرتها شوي بما يناسب الجمبري اليوم، بس انه ايش الاشياء اللي بتلبق للجمبري، كزبره وما كزبره وهالقصص. هلا الجمبري يفضل يكون طازج، اذا ما قدرتوا تجيبوه طازج بتجيبوا المفرز، ما في اي مشكله. هلا حبه الجمبري قطعتها تقريبا لثلاث قطع كل واحدة حتى تكون مناسبه للحجم جوا الساندويتش، اوكي؟ لانه احنا في عندنا سندويشه بدها تتقسم، انا وين كاميرتي هيها، بدها تتقسم لثلاث قطع متساويه، تمام؟ فانا مقطعتها، بس بدي ارجع احمي النار شوي على البصله عشان هلا الجمبري ما ينزل ميته ما يزنخ معانا. خلينا نشيل الليمونات على جنب، وهلا رح ننزل الجمبري. خلينا ننزله هيك. هلا بنشيل الليمون مش مشكله، بس انا بحب احط الليمون دائما عشان يضله النكهه فيه 100%. اذا بصل والثوم والجمبري، ما رح نبالغ كثير بال خلينا نقول بالتوابل اللي عندنا. بدي بما اني انا رايحه مكسيكي فبدي احط من خلطه البهارات المكسيكية اللي أنا عملتها جاهزة مجهزة للستات مريحتهم من ما إنهم يخلطوا الأنواع، بس هي طبعاً عادة البهارات المكسيكية. واو. شو؟ إيش يا زيد؟ مهمة. هي منحط كزبرة، يعني عليك كمون وكزبرة، شوية فلفل أسود، قرفة، بالإضافة لأهم مكون طلع هيو، هاي الأوريجانو، هيو في الأوريجانو، تمام؟ هاي شوية فلفل أسود، ما بدي أكتر. هلأ رح أنزل الفلفل الملون. شايف انت تقريبا بنص كيلو جمبري او 3/4 كيلو، بتقدر تعمل كميه وفيره اذا مثلا حطيت او اضفت كميه جيده من الخضار، فانت هيك بتكون كمان يعني استفدت. اوكي. شويه فلفل حار، بما اننا رايحين مكسيكي يا زيد بدنا نحط كزبره، شويه بصل اخضر. ايوه. وهلا انا مبدئيا رح اضيف شويه كريمه ورح اوقف عن طبخ الجمبري. ليه؟ لأنه لسه بده يدخل فرن يزيد، فإذا بده يدخل فرن ما بدنا إياه إحنا نبالغ في سوا أجبان تحته ولا إيش نعمل؟ شوف هلأ شو بدي أعمل، بدي أطفي تحته، أضيف شوية أجبان حتى تساعدنا تصير زي الصمغ، بصير كلياته متماسك ونقدر نشتغل فيه بعد الفاصل، تمام؟ كل اللي بدنا نعمله إنه رح ناخد مقدار تقريباً هالقد، شوفوا ما أحلى لونه. وهذا على فكره دائما بحكي انا، اللي بتحب تحضر تحضير مسبق، تعمل الحشوه تعمل الصلصه وبس تطبقهم عادي، ما بصير اي مشكله عليها اكيد. اوكي. شايف انا ما بحب اسكر الحواف، بحب تضلها مفتوحه، بلاقيها احلى. صح. بس رح نلفها بهذا الشكل، بنحط جزء من هاي الصلصه باسفل طبق الفرن، تمام؟ بهاي الطريقة ما بدكم تحطوا زيادة عن اللزوم حتى ما تطرى معانا كتير. وبعدين رح نوزع الانشيلادز اللي عندنا اليوم، رح أحطهم أنا هيك، تمام؟ نرجع نحط لهم كمية جيدة من الأجبان يزيد تتحمل. طبعاً أنا مستخدمة التشيدر والمونتري جاك، المونتري جاك كتير تستخدم بالمطبخ أو بالتكس ميكس كوزين. يعني مندخلهم على فرن حرارته 200 لمدة ربع ساعة فقط. فرننا شو وضعه يزيد؟
نشغلك يا ستي. شوف لنا اياه، انا اكيد مجهزه ومحضره، فرح نطلع الجاهز ونزينهم عشان نكون خلصنا وصفتنا الاولى. اذا هون اضفنا الساور كريم. الساور كريم عباره عن لبنه عادي، انا اليوم جبت لبنه المراعي، حطيت معاها شوي من عصير الليمون بالاضافه لمعلقتين من الكريمه السائله، دائما بحب ارخيها بالكريمه السائله، ورشه ملح. شايفين كيف؟ نرجع بنحط عليها بصله خضراء هيك لذيذه، وبصله خضراء لذيذه عشان هلا يزيد يذوقها بما انه اشتهاها. اول شيء بدنا خلطه الجمبري، رح نعمل معلقتين من الزيت النباتي مع بصله وثوم، شويه فلفل حار وفلفل حلو ملون، بالاضافه ل نحتاج كمان لرؤية 3 أرباع كيلو من الجمبري الطازج، بدنا بهارات مكسيكية حسب الرغبة، هلأ رح أقولكم عنهم، ملح وفلفل، شوية فلفل أحمر باودر يكون حار، بالإضافة لرشة من الزعتر أو الأوريجانو وشوية كريمة. هاي بالنسبة لخلطة الجمبري. رح ندخلها كمان كزبرة وبصل وجبنة شيدر وجبنة مونتري جاك، لأنها هي تستخدم بهاي الوصفات. أما الصلصة، أنا صلصة أعددتها مسبقاً لأنه كتير عملتها بمطبخ رؤية، هي عبارة عن بصل وثوم وبرضو بندورة ورب بندورة وسكر وشوية أعشاب. إذا هي صلصة بندورة اعتيادية، ولكن أنا هلأ رح أحولها لمكسيكية يزيد. أوكي؟ يا سلام يا سلام. هلأ هاي نفسها، يس هلأ هاي، عشان بس أذكر المشاهدين، الأسبوع الماضي عملنا إحنا المارينارا صوص مع الباذنجان، فهي شبيهة فيها، هي صلصة بندورة. أوكي. بدنا كمان سيراتشا وبهارات مكسيكية وخبز مكسيكي وكريمة حامضة وبصل أخضر.